هذه الحلقة برعاية Assassin's Creed Origins على الإكس بوكس 1. السلام عليكم. غالبا في الألعاب بيكون في شيء ينرفز ولا يرفع ضغطك وتتمنى دائما انك ما تطيح في هذا الشيء وتنقهر. في هذا الفيديو بذكر لكم 5 ألعاب فيها شيء يرفع الضغط. تعرف وش أكثر شيء يرفع الضغط في لعبة فيفا؟ لما تكون ماسك اللعب كله ويجيك النوب ويسجل هدف بشكل غبي جدا عشان غباء الحارس أو المدافع وبتصرف غبي وبايخ أو جلتش عبيط، بعدين تبغى تجيب التعادل وبعد كل الضغط اللي قاعد تسويه في آخر الدقائق تشوف الفرصة المثالية عشان التعادل، ولكن اللعبة ناوية شر عليك واللعبة ممسكت عناد وقالت والله ما راح تشم الفوز، ومن بعد ما يصفر الحكم هنا اللحظة اللي ودك تكسر كل شيء من القهر. ماريو كارت لعبة حلوة وجميلة ومن أحد أجمل الألعاب اللي ممكن تلعبها مع أصحابك، وأيضا اللعبة اللي يشوفها ويشوف الرسوم والألوان يقول منه مستحيل أحد يعصب في اللعبة دي، ولكن فيها لحظة تقهر وترفع الضغط أي أحد، واللحظة هي لما تكون الأول طوال السباق في آخر لحظة قبل الفوز بأمتار بسيطة وتجيك السلحفة الزرقة تخرب عليك كل شيء سويته، ومن المركز الأول إلى المركز الأخير في ثواني. شيء يقهر، أنا عارف ودائما تحصل لي هذا الشيء اللي يقهر من جد. في طور الأونلاين في لعبة Call of Duty في أشياء كثيرة تنرفز من بعض الناس اللي تلعب اللعبة، أما التي باق أو شغل المنوبة والاستقعاد في نفس المكان أو الركن، وأيضا لا ننسى اللي يدخلون عشان يستهبلون ويطقطقون عشان ينزلون مقطع مضحك في اليوتيوب، ولكن أكثر شيء نرفز لما يكون باقي لك قتلة واحدة علشان النيوك أو الكيل ستريك المثالي اللي ودك تطلعه طوال لعبك، ولكن يجيك واحد من حيث لا تعلم يقتلك بطريقة جدا رخيصة مثل RPG، شيء من جد من جد يذبح. أكيد معظمكم اللي شاف العنوان عارف إنه لعبة دارك سول حتكون موجودة في الحلقة. في أشياء كثيرة في لعبة دارك سول ترفع الضغط، وأنا راح أتكلم عن كل سلسلة سولز. من أكثر الأشياء اللي تنرفز لما تموت وتبغى تسترجع فلوسك ومن بعدها تموت موتة بايخة جدا ببلاهتك، ولكن تخيل وانت بتسترجع فلوسك بدل ما تموت موتة بايخة يجيك واحد انفيدر ويخش عالمك ويحتله، بعدين يقتلك قتلة شنيعة جدا ويذلك فيها. هنا افتقدت أكثر من يد بصراحة. لعبة Overwatch من أحد أفضل ألعاب الشوتر المنظور الأول، من أحد أكثر الألعاب اللي تحتاج تفاهم مع فريقك وتختارون الشخصيات المناسبة في كل جيم، بس غالبا نسمع بذاك البثر اللي يجي يحب يخرب، وغالبا تلقى البثر في كل لعبة يجي بس عشان يخرب، وفي بداية تطلب بكل احترام انه يختار شخصية معينة عشان الفريق يكون كامل من جميع النواحي، ولكن يرفض، وهذا من حقه، ممكن ما يعرف يلعب بالشخصية بس، ولكن انا اقوم اغير الشخصية واختار فرضا الشخصية اللي تعالج اللي مفروض هو يختارها، بعدين القاه يختار شخصية ثانية تعالج، واذا غيرت راح يغير معايا، يعني بالعربي جاي يخرب عليكم اللعب، وهذا الشخص هو اكثر شخص يرفع الضغط في اي لعبة. وكذا نوصل لهذا المقطع، ان شاء الله عجبكم المقطع، واذا عجبك لا تنسى الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، واذا عندكم اي افكار عن 5 اشياء يا ريتكم تكتبون لي اياها تحت في الكومنت عشان نختار في الحلقة الجاية. يعطيكم ألف عافية على المشاهدة ونشوفكم ألف خير ومع السلامة.